تعالوا بوريكم أفخم رينج روفر 22 راح تشوفه بحياتك. رينج روفر 22 فئة الأسفل اللي ما راح تنزل إلا بعد سنة كاملة عام 2023. تغير جذري كبير، وهمها الواجهة الأمامية. المحرك 8 سلندر توين تيربو يختلف عن المحرك اللي قبل، 4.4 لتر، قوة 530 حصان، والعزم 770 نيوتن، والجير 8 سرعات. أنوار عندنا LED على شكل عدستين ماتريكس، حساسات ومستشعرات كاملة على السيارة، وهذا الشبك الجديد والواجهة الأمامية الجديدة، وهذه الفليشر جاية إشارة تسلسلية LED ماتريكس. الشكل الخلفي كل شيء مخفي، لا الإضاءة ولا الصدام ولا الصب الجاي على الجنب. شوفوا شلون شكل الإشارة التسلسلية، وهذا شكله من وراء. وعينك على الإشارة والفخامة يا الحبيب. وركز معي، الصدام جاي بشكل جديد وغريب وفخم بنفس الوقت. حساسات ومستشعرات كامل السيارة من اليمين ومن اليسار، وعندك هنا عدد 4 حساسات بحيث تستشعر إذا أنت فتحت الباب كان في رصيف ولا كان في أي شيء راح يرجع الباب. ومن داخل راح يكون في زي الزر، تضغط الزر ويفتح لك الباب ويسكر. الداخلية شاشة بحجم 12 إنش ودركسون بشكل جديد، وهنا عندنا السيراميك وراح يكون الجير، وهذا شكل الجير. شاشة بحجم 13 إنش وأربع كاميرات، كاميرا 3D تقدر تشوف كل شيء يمينك ويسارك، والباب وانا جالس فاتح، وهذه الكاميرا، وهنا الطبلون ودركسون الفخم والرائق. كونسول وسطي هنا كله سيراميك، هذا حق حامل الاكواب. تعالوا خلونا نشوف الفخامة الصف الثاني. سويت ملك يا حبيب، ومقاعد بزنس، مراتب جلد من النوع الفاخر، وكل شيء كهرب. الحساس حق الباب، تعالوا خلونا نركب على سويت الملكي. هذا الزر اللي راح يسكر الباب الكهرب. شاشة خلفية بحجم 11.3 إنش، وهنا عندنا الشاشة. شاء الله تبارك الله، مقعد سويت ملكي يا الحبيب. فخامة تفوق الوصف، وهنا الزاوية جهة السواق. أعطني رأيك يا الحبيب. شوفوا ما شاء الله تبارك الله، تفاصيل دقيقة وفخمة معنى الكلمة.